بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن بان يعني راه كنقولوها دائما، التحكيم على الجميع، يعني كاين اللي كيستافد هاد المباراه، وكاين اللي يعني كيولي متضرر المباراه المقبله. كنظن بان انديه بزاف ضرات واللي كتعتبر راسها متضرره منهم توارقه هاد الموسم، وي وما عندهم الجمهور اللي غادي يدير يعني ضجه اعلاميه على مستوى التحكيم، ولا غيدير ضغط. فالفريق كيعاني بحال يقول لك يعاني صافي بالظبط، هذه فهمتي، لان ما كاينش اللي يهضر عليه. فقط المسؤولين ممكن يراسلوا بطريقه رسميه، ولكن الجمهور اللي غيدير ما الضغط كاينش. ويبين بالمظلوميه او لا كذا من جهتهم، لان حتى هما ممكن يكونوا على صواب، ممكن يكونوا تكون القراءه مخطئين. ديالهم يعني اللقطات خاطئه. تالي على الاقل من جهتهم الجمهور اللي غيساندهم، ولا الجمهور اللي غيمشي مع المسؤولين في الطرح ديالهم، ما كاينش. كنظن بان هذه المساله ديال التحكيم تكلمنا فيها مره وجوج وثلاثه واربعه، ومازال غنبقاو نتكلموا فيها، لان الاخطاء التحكيميه غير هذا الاسبوع شفنا شي قرارات كيفاش بسبب اخطاء هكذا؟ ضربات الجزاء. انا ما فهمتش، انا بغيت، ما بقيتش عندي شي حاجه، ما بقيتش كنفهم التحكيم والو بكل لا احنا صراحه. ما غنفهموش لان التحكيم، ماشي غير ديك المساله ديال بيلانتي، اشنو هي المعايير باش تصفر بيلانتي؟ ضربه ترجع للفار على يعني خطا وركسي مثلا على اللعاب باش ياخذ حمراء، شنو هي؟ ما بقيناش كنعرفوا شنو هي المعايير اللي كتعتمد. تايل ممكن الحكم كيخدم داكشي اللي قال ليه راسه، ما كاينش معيار اللي هو محدد، وكل حاله كتفتر. انا حكم دولي فسر لي اللقطه ديال طنجه مع كنظن مع الجيش، ودافع بان ما فيها حتى شي حاجه. فاش حمرا خرجت المديريه ديال التحكيم كتقول لك راه حمراء، يا دير جوج الحكام ربما اللي هما دوليين، ولا جوج الحكام اللي هما في نفس المستوى. دابا اذا كانت ديك اللقطه هذاك الاندفاع دفاع تهور كامل. دابا راه النقاش هو هذا، وانا كنقول ليه رايك يقدر يكون صحيح، لان ما كنفهمش بحالك في التحكيم، ولكن ملي نسمع المديريه كتخرج كتقول لك راه طرد. ودابا اش تقول لي؟ واش تقول لي هذا حكم دولي وهذا حكم دولي؟ راه جاي يضرب باقي حكم دولي الان ما الثاني، قيمه تبحث يعني هذا شنو المعيار؟ باش هذا المعيار ديال هذا، واش هذا المعيار ديال هذا مع من غتمشي؟ بمعنى يعني المعيار، هذا التوحيد ديال المعايير ما كاينش نهائيا، واخا ما عرفتش شنو دير. لان في الاول في الاخر كتبقى دائما ديك السلطه التقديريه ديال الحكم كاينه، غير كتبقى ديك السلطه التقديريه خاص تكون عندها شويه تكون الجرأه وتكون الكفاءه، ماشي غير فهمتي ونبدا نبرر يعني القرارات ولو خاطئه نبدا نبررها بالطريقه اللي بغيت، ونطوع القانون باش انا ندافع على انا كنتكلم بشكل عام. هادشي علاش انا ما بقيت كنفهم والو. انا شفت شي ضربه جزاء اللي تصفروا، لا حول ولا قوه الا بالله.